هذا المكان هذا المكان باش تعرف راسك على ايش راكب. الانسان اللي كيكون راكب على شي حاجه كيعرف راسه الحمر اللي راكب عليه او لا؟ لا. اذا حنا هذه المحطه هذه محطة مهمة جدا. بعد ما شفنا المركز ديال التطهير اللي كنشربوا منه، سمعتيني؟ دابا الان حنا في واحد المكان استراتيجي جد مهم. شنا هو؟ هذا اللي كتشوفوا وحدكم، هذا السد، سد المنع الاسم على وادي لوكوس، انتبهوا مزيان. عندك شوف هاد الجهه هذه، اليسرى هذه مالحه والجهه اللي الملهيه على اليمين فهي حلوه عذبه. على داكشي كاين السد، منع كيمنع، منع يمنعو، كيمنعو الماء المالح يتخلط مع الماء الحلو. اذا انتبه جيدا، هذا الماء الحلو ما هي وظيفته وماذا يفعلون به؟ شكنو كيراه من هذه الجهه هذه؟ اذا هذا عنده واحد الوظيفه كبيره بزاف، فهمنا؟ لذلك الحراسه عليه مشدده، فهمتي؟ الحراسه عليه مشدده. احيانا ماذا يحدث؟ كيسقط المطر بكثره وهنا كيوقع بان هذا ما كيبقاش يعمل الوظيفه ديالو بزاف، لذلك كيفتحوا الماء كيفتحوا السد. كتسمعوا بعض المرات كيقولوا كيفتحوا السد حيت الماء مي كي